السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت أتجول معكم في دولة سنغافورة، تحديدا في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر 2009، حيث في هذا اليوم أزور أحد المناطق المعروفة، وتحديدا بشارع عرب كما نراه في اللوحة الظاهرة أمامنا، عرب ستريت، وهي أحد المناطق طبعا التي تستقطب السياح، ومن الاسم يظهر بأنها مشهورة بالتجار المسلمون هنا، كما أن بها أحد أكبر المساجد في دولة سنغافورة، وهو الذي يظهر أمامنا مسجد سلطان. طبعا دولة سنغافورة دولة صغيرة جدا، وهي حوالي خبيل من الجزر، وأكبرها هي جزيرة سنغافورة، وهي التي نحن نتجول بها. سوف نقوم بجولة قصيرة في شارع عرب كما يظهر أمامنا، وهو الشارع الذي على اليمين. كما نشاهد المحلات، محلات الأزياء الإسلامية، هذا هو شارع عرب. طبعا جزيرة سنغافورة هي خليط من الأعراق، والنسبة العظمى هنا هما العرق الصيني ثم العرق الماليزي ومن ثم العرق الهندي، اللغات الرسمية في هذه الدولة هي أربع لغات رسمية، اللغة الإنجليزية والصينية واللغة الماليزية وإحدى اللغات الهندية وهي اللغة التاميلية، حيث كل شيء أو معظم اللوحات الإعلانية هنا تكتب بأربع لغات. ما زلنا على ما أعتقد نحن على مشارف نهاية الشارع، شارع عرب. محل السجادات، so thanks, I'm looking for, do you know any Arab people? Arab people? What you are doing with Arab people? What you want to do? Just talk to them. Just talk to them. Are you Arab? Where are you from? Libya. Where? Libya. Libya. And you? I'm from Afghanistan. Afghanistan? Yeah. كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. What's your name? My name is Saif Allah. Saif Allah. Yeah. Do you know any Arab people? Arab people is the one Arab is Al-Majlis. Al-Majlis. Al-Majlis? Yeah, this is the Arab restaurant. Okay. They go out from there. They are from Yemen. Oh, from Yemen. So they can speak Arabic. How long have you been here in Singapore? I'm in Singapore, I'm 5 years. Ah, in Singapore? Yeah. 5 years? 5 years. Oh, 5 years. Five and years. How do you find Singapore? My father came to Singapore 20 years before. 20 years? 20 years before. Okay. With my father. Oh, mashallah. My father, okay. He bring business here, he supply to carpet dealer. He come here, he open their shop. That's our main branch. Okay. It's a 5-story building. You buy like
اوكي نو وي رين دي شوب اه اوكي سو افتر ذات وي ارن ذا سكند شوب ثيرد شوب فورث شوب اه وي ار ستيل سيل ذا كافي اوكي دو يو لايك ات يو It's good for business. For business. Not to stay for a long time. Yeah, because the weather, yeah. The weather is nice. Every day is raining and the weather is hot. It's nice. Okay, shukran. Okay. Salam alaikum. Kahan. تحدثنا مع أحد الأشخاص الأفغانستانيين الأفغان وهو أخبرنا عن سنغافورة قليلا وقال بأنه يوجد مطعم يديره بعض العرب في هذا المكان لا أعرف محلات إسلامية أحد أكبر المساجد في سنغافورة صليت به العصر طبعا لوحة بها مواعيد الزيارة واللوائح للسياح الذين يتمون زيارة هذا المسجد تشير إلى ساعات الزيارة
Can I take one of these about Sultan Masjid? Okay. مجموعة أخرى من المحلات لا يفوتني أن أخبركم بأني تحدثت مع أحد العرب الموجودين هنا وهو من أصول يمنية لكنه مولود في دولة سنغافورة قال بأن أبوه أيضا وأمه ولدا هنا في هذه الدولة وجده ولد في يمن ثم هاجر هنا أتى هنا للتجارة تزوج من هنا. وقال بأن هذا الشارع أخذ